كبير احنا عندنا موسيقيين جميلين هنا. لا يا رود يا رود يا رود بنقول كوبليه او كوبلين مثلا من اغنيه ام كلثوم وخلاص. على فكره يا محمد زي ما بقول من العشاء اي غنى ام كلثوم بتاخد 10 دقايق من غير مسلم. يعني لو تقدر من غير يعني مرجع يعني تاخد كوبليه. ممكن اقول بتاعت كوبليه مثلا من لسه فاكر او لا. جميله. حلو. طبعا معلش.